الهجري بشكل جميل وقوي، محاولات لقاهر الصحراء، ولكن الأمل مع أمل بوضع اليد، وعبد الرحمن عبد الله فالح الهجري بشكل جميل وقوي، محاولات من قاهر الصحراء، ولكن التأهل مع الجواد أمل. انتظار انطلاقة الفريق الحادي عشر وانطلاقة منفردة للجواد هابريح ومحاولة لطاقم البوابات مع الجواد هابريح، انسحاب للجواد القسام. انطلاقة منفردة للجواد هابريح وتأهل إلى المرحلة القادمة، والفارس صالح فرج صالح العتيبي. بانتظار انطلاقة الفريق الثاني عشر صفاح وفليحان، انطلاقة جميلة وقوية، محاولات للجواد مصفح من الجهة الخارجية وعبد الله محمد المري، وينجح في خطف الصدارة من فليحان وراشد متعب راشد الصعاق المري. الانطلاقة والصدارة مع مصفح إلى المرحلة القادمة وعبد الله محمد المري. انطلاقة الفريق الثالث عشر عيون لولوة والجواد دومينيو ديبوي، الصدارة مع الجواد عيون لولوة، محاولات لدومينيو ديبوي ولكن عيون لولوة ومبارك شافي ناصر الشافي، دومينيو ديبوي في محاولة لتقليص المسافة ومبارك عمر مبارك الهجري ولكن عيون لولوة إلى المرحلة القادمة. انطلاقة جميلة وقوية للفريق الرابع عشر مدى والمزدلف، الصدارة مع الجواد المزدلف والفارس أحمد محمد مهنا الدوسري، محاولات لمدى من الجهة الخارجية وحمد علي محمد الفلاسي ولكن الصدارة مع المزدلف ومدى، مدى والمزدلف، المزدلف وأحمد محمد مهنا الدوسري.
انطلاقة الفريق الخامس عشر شماواش رهيبة الصدارة مع رهيبة والفارس عنتر راشد عنتر المري بشكل جميل وقوي محاولات للشامة وحمد محمد علي محمد العطية ولكن الصدارة مع رهيبة وعنتر راشد عنتر المري. الصدارة والفريق السادس عشر اي جي اس قاهر والفارس عبد الله فيصل عايض الشهواني محاولات لكي ايز الغزلية وماجد صالح خميس يوسف ولكن اي جي اس قاهر واي جي اي كي الغزلية والامتار الاخيرة الصدارة تذهب مع الجواد اي جي اس قاهر وعبد الله فيصل عايض الشهواني والى المرحلة القادمة. انتظار انطلاقة الفريق السابع عشر ملزوم ورضوى رضوى والجواد والفارس ناصر خالد ناصر الشهواني ومحاولات لملزوم ينجح ملزوم ومحمد كمعان سعيد الخيارين والصدارة جميلة وقوية ملزوم ومحاولة للحاق من رضوى ولكن ملزوم ومحمد كمعان سعيد الخيارين إلى المرحلة القادمة. انتظار انطلاقة الفريق الثامن عشر جورية وارتقاء انطلاقة جميلة وقوية والصدارة للجواد جورية والفارس سلمان فهد سلمان الهاتري محاولات للحق من الجهة الخارجية وارتقاء وسعيد عبد الله سعيد الخيارين ولكن جورية والفارس سلمان فهد سلمان الهاتري بشكل جميل وقوي إلى المرحلة القادمة. انتظار انطلاقة الفريق التاسع عشر وانطلاقة منفردة للجواد رقم 11 سهيل العريق وعبد الله حزام محمد المري انسحب للجواد اجتهاد انطلاقة جميلة وقوية للجواد سهيل العريق وفريدة والفارس عبد الله حزام محمد المري وتأهل إلى المرحلة القادمة.